سماحة الشيخ، إذا كانت بعض هذه الصور تحمل شكل صليب كذلك ما يجوز لبس الصليب. الرسول كان إذا وجد صليبا نقره وأزاله لأن يحسبهم بالنصارى، فليس له يصلي في الصليب ولا في غير الصليب من الصور. الصلاة صحيحة لكن تأثم، تأثم الرجل وتأثم المرأة إذا صلى في ثياب فيها الصليب أو خمار أو عمامة فيها الصليب. نعم، أحسن الله إليك.